سر هاي هاجسي فوق الى العليا شمال ومن قعمه للوفا. أعزائنا المشاهدين ومشاهدي قناة الحقيقة الفضائية فين ما كنتوا فين ما توشوا، السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة وعدد جديد غيجمعنا بكم دائما في إطار برنامجكم، البرنامج اللي تعودتوا عليه واللي من خلاله كنستعرضوا لكم الحالات ديال الشفاء اللي كتجي لمجموعة مراكز الهاشمية للأعشاب الطبيعية كتستعمل جرعات المكملات الغذائية ولله الحمد كتماثل الشفاء، وأكيد أنها يعني كتوقف قدام كاميرا قناتكم قناة الحقيقة الفضائية باش تروي لكم وباش تحكي لكم كيف كانت رحلتها المعاناة مع المرض وكيف أنها ولله الحمد يعني تعرفت على مجموعة مراكز الهاشمية للأعشاب الطبيعية واستعملت جرعات المكملات الغذائية وبعد ذلك ولات بصحة جيدة. خلال حلقة اليوم إن شاء الله غنتكلموا وغنتحدثوا إن شاء الله مع السيدة بوطيب غنو من مدينة الدار البيضاء اللي كانت كتعاني من مشكل التهاب على مستوى القولون، هذا المشكل اللي خلف لها عديد الأضرار وعديد المشاكل النفسية والعضوية، أكيد أنها طرقات عديد الأبواب بحثا عن الشفاء ولكن ولله الحمد من بعد ما التجأت لمجموعة مراكز الهاشمية للأعشاب الطبيعية عملت جرعات المكملات الغذائية فتحسنات وهي اللحظة بصحة جيدة، وغنتحدثوا معها باش تروي لنا تفاصيل المرض ديالها وكيفاش تعرفت على مجموعة مراكز الهاشمية للأعشاب الطبيعية، إضافة أيضا للحالة اللي ولات عليها من بعد ما استعملت جرعات المكملات الغذائية. السيدة غنو، أولا السلام عليكم. السلام عليكم، اليوم معكم أم عثمان مدة من 2017 وانا مريضه بهذا المرض، ومشيت عند طبيبه اختصاصيه خرجت لي الدواء عامين وانا كنشرب في الدواء، كنعاني مع هذا المرض وما كاين حتى شي نتيجه والو، كان مرض كان صافي حتى وليت في واحد الحاله لا يرتى لها، ما بقيت نقدر لا نشقى لا ناكل لا حتى شي حاجه غير الدواء بلا نتيجه. واليوم هذه القناه الحقيقه كان الوالد عندي عيان بمرض السرطان الله يرحمه، وكنت كنقول غناخذ الواليد الدواء، نصيفط اختي تاخذ لي الدواء، والمركز ما كانش هنا من 2011، ما كانش المركز هنا في دار البيضاء، كان في الصحراء، ما عندناش الامكانيات باش غنجيبوا لي الدواء، وملي توفى بقات عندي انا ديك النقطه ديال هذه القناه الحقيقه كيتعالجوا منها الناس من مرض السرطان من جميع الامراض، كانت عندي نيتي باللي كاين الشفاء في هذه القناه الحقيقه. وملي مرضت انا في 2017 تبعت الدواء مدة عامين وانا كنشرب في الدواء، ما كاين حتى شي نتيجه والو، كنشرب الدواء وانا غير كندهور، مثلي نقدر لا نشقى لا حتى شي حاجه، غير باركه في الدار ملي كيدخلوا بناتي كنقول غادي في واحد الحاله اللي كنقول انا غيجيو بناتي غيلقاوني ميته، صافي ما بقيتش كتبان ليا غير الموت، ولا فيا الوسواس مثليش لا نعاس لا ناكل لا نشقى لا حتى شي حاجه. واليوم اللي جيت للقناه الحقيقه قررت بلي انا غناخذ الدواء، درت بلي انا غناخذ الدواء غنكون لاباس، جيت خدت الدواء مده عام دابا 12 جرعه اللي خديت وليت لاباس الحمد لله، الشهر الاول الشهر الثاني الشهر خمسه الجرعات وليت شويه، ما بقاش عندي داك الخوف، ما بقاش عندي الاعصاب، ما بقاش عندي بزاف د الحوايج حيدو، صافي بقيت متبعه الدواء ديال الجرعه وليت لاباس دابا الحمد لله. دوك الاعراض اللي كانوا عندي التهاب الاعصاب كل شيء داكشي الحمد لله ما بقات عندي حتى شي حاجه، لحقت الحاله اللي طاحت مني 37 كيلو اللي طاحت مني في الوزن، واليوم الحمد لله في صحه جيده الحمد لله والشكر لله، والفضل يبقى للدكتور الهاشمي والصحاب الطاقم اللي معاه، ما بقيت نقدر لا نشقى ما بقيت نقدر لا ناكل لا حتى شي حاجه غير باركه، وكنشوف في كل شيء ما نقدر ندير حتى شي حاجه، وملي بديت ناخذ في الجرعه وليت لاباس عليا، وليت كنقدر نشقى نقدر ناكل، ما تلاش عندي داك العيا وديك السخفه وداك التعب اللي عندي في الدات كله ما بقاش الحمد لله، واليوم انا في صحه جيده والفضل كيبقى لله والدكتور الهاشمي. مشيت في 2016 عند طبيبه عامه دوزت عندها قالت لي عندك المصران منفوخ ليك، خرجت لي الدواء خديته ما كاين حتى شي نتيجه، عقبت عام وانا كناخذ في العشوب ناخذ في الدواء عشوائي عام الفرماسيان والو عام زدت كثر، فاش عييت من هذاك الشيء رشيت على الطبيبه اختصاصيه، دوزت على الطبيبه اختصاصيه قالت لي غدير لي التحاليل، درت التحاليل درت كل شيء، عطاتني الدواء بديت كنشرب في الدواء ما كاينش النتيجه، عامين وانا كنشرب في الدواء والدواء غالي وما عنديش باش ناخذ داك الدواء، الدواء غالي والتحاليل وكل شيء ومع ذلك ما كاينش النتيجه والو، كنشرب الدواء بقيت غير كنقص ما كنتزادش،
وصافي هي هذيك، وانا مقرر ناخذ الدواء ديال العشوب. التجأت للدكتور الهاشمي، خديت العشوب الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الخامس، حسيت بشويه ما بقاش دوك الاعراض، بدات كتنقص. ما بقاش عندي داك العصب، ما بقاش عندي داك الالم في البطن، ما بقاش عندي داك الخوف والوسواس، وليت كنخاف لدرجه نقول انا غيجيو بناتي من المدرسه غيصيبوني ميته، ما كاينش من غيحل عليهم الباب، ما كاين، صافي ولا عندي الوسواس. ما بقيتش نقول انا باقي عندي الحياه في الدنيا، صافي نيست من الحياه. وملي بديت كناخذ في الدواء حسيت بالراحه وبالشفاء، والحمد لله ما بقات عندي حتى شي حاجه. واليوم الشفاء 100% عندي، ما بقات عندي حتى شي اعراض من ذاك الاعراض اللي كانت عندي. والفضل كيبقى للدكتور الهاشمي وصحاب الطاقم اللي معاه، الله يجازيه بخير، والله الله يحفظه، والله يقويه. غير وحدي في الدار مع اولادي ومع الزوج ديالي، حاسين بداك المرض ديالي وبداك الالم ديالي، ولاو خايفين الاولاد وكل شيء، ولا خايف، ولاو يقولوا غنجيو غنلقاوها ميته، ما غنلقاوش ماما باقا حيه، غنلقاوها ميته. كيخليوني كي الامانه، كنبقى في الفراش حتى كيجيو كيطيبوا كياكلوا، كناكل معاهم داكشي اللي قدرت عليه، كيمشيو ثاني كيجيو. بقيت غير بحال هكاك. هو ملي بديت خدت الجرعه وليت لاباس، وليت نقدر نشقاق، كنطيب ليهم، وليت الصحه جيده والحمد لله. العذاب كنت مكرفصه بزاف، ما بقيتش نقدر لا نشقاق لا ناكل لا نمشي لشي بلاصه، صافي وليت في واحد العزله، معتزله من الجيران، معتزله من العائله، معتزله غير وحدي، غير وحدي باركه كنخمم، غير ما بقاش كتبان لي الحياه قدامي، صافي وليت كنقول ما بقاش لي شي حاجه في الدنيا، انا صافي في الموت هي اللي باقا لي، صافي ما بقاتش لي شي حاجه. وملي بديت ناخذ في الدواء صافي حسيت بواحد الامال ولا قدامي، حسيت براسي صحيح، ما عندي حتى شي حاجه، بحال هاد المرض عندي غير كان غير كذوب، ما كاين حتى شي حاجه، ما بقات عندي حتى اعراض، ما بقات عندي. والحمد لله، الحمد لله والشكر لله. انا كان عندي واحد اليقين باللي كان الوالد عندي مريض بالسرطان في 2011، ومن هذاك الوقت كنت انا شاده ديك الحقيقه ديال القناه الحقيقه، كنشوف دوك الناس اللي كيتعالجوا، كنقول هذا الشيء حقيقي ماشي كذوب، ما يمكنش غادي يكون هذا الشيء كذوب. وملي مرضت انا في 2017 قلت انا صافي، ملي نيست من الدواء باللي غيشافيني صافي، درت الدواء عامين ما دار لي حتى شي حاجه والو، غير كنرجع غير اللور، ما كنتزادش. نقصت في الحاله ديالي 37 كيلو اللي طاحت مني في الوزن، كنشرب في الدواء بحال ما كنشربش، ما كنقدر لا نشقى لا ناكل لا نمشي عند الناس لا حتى شي حاجه. ملي اتجهت للقناه الحقيقه خدت، قلت لا غنمشي نجرب هذا الباب حتى هو، غنمشي ناخذ العشوب، ما نيسش غناخذ العشوب غنشوف. هي هذيك جيت استقبلوني البنات، استقبلوني البنات، عطاوني خدت الدواء، خلصت الجرعه ديتها معايا الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، الخامسه حسيت براسي لاباس، وليت شويه، وليت كناكل مزيان، وليت كنعس كنشقى. وكملت 12 جرعه، 12 جرعه اللي كملت، واليوم الحمد لله والشكر لله انا في صحه جيده، والشكر كيبقى للدكتور الهاشمي وصحاب الطاقم اللي معاه. كنقول للناس اللي كيشوفوا اللي عنده اي حاله بحال هذه الحاله اللي عندي انا، القولون العصبي، التهاب المصران، اللي عدوا جميع الحالات يتجه للدكتور الهاشمي، راه كاين العلاج 100%، هذا الشيء ماشي كذوب، هذا الشيء حقيقي. دابا الحمد لله والشكر لله ما عندي حتى شي حاجه، عندي العلاج 100%، دابا انا الحمد لله ما عندي حتى شي حاجه. نقول الشكر للهاشمي الفضل كيبقى الله، والدكتور الهاشمي وصحاب الطاقم اللي معاه، والحمد لله والشكر لله اللي ربي ما كان نيسوش من رحمه ربي. دزت عند الطبيبه وما كاينش العلاج، ودابا انا الحمد لله في صحه جيده. اذا اعزائنا المشاهدين، كيف ما تابعتوا الحاله ديال السيده غنوه لله الحمد بخير وعلى خير، اكيد ان كيف ما جاء على اللسان ديالها تحسنات وتشافت بنسبه 100%، الحمد لله والشكر لله. ولا شك اننا يعني جد سعداء بسماع مثل هذه الشهادات التي يعني تؤكد من خلالها ان يعني الحاله ديالها تشافت ولله الحمد بالنسبه ديال 100%، فاكيد انها يعني امور يعني تسر القلب، وكنتمنوا ان جميع المرضى ان شاء الله يشافوا، وكنتمنوا الشفاء عاجل لجميع المرضى فينما كانوا وفينما تواجدوا. وانتم ايضا اعزائنا المشاهدين كنتم منو لكم في ختام حلقه اليوم، دوام الصحه والعافيه، دمتم في رعايه الله وحفظه، في امان الله. وانت راع الاول وبالنهايه والختام، جعلي عمرك ابيض الوان.